قال وإعفاء اللحية وحرم حلقها، يعني يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية، لكن يجوز الأخذ منها على مذهب أحمد ما زاد على القبضة، وهذه هي القبضة، بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة، هذا مباح في مذهب الإمام أحمد، وقيل يستحب ما أخذ ما زاد على القبضة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أخذ ما زاد على القبضة. أما مالك والشافعي فالأصل عندهما المنع من الأخذ من اللحية إلا ما فحش عند مالك أو ند عند الشافعي، فحش أي صارت طويلة جدا، وما ند وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب، فلا بس أن يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته.